بالنسبه للزيفمون كديرو في رمضان كاينين بزاف ديال الزيفمون كاين كنقدروا نريبارتيهم على واحد اربعه ديال الزيفمون مهمين. ليفينمون الاول اللي كنديروا كل نهار اللي هو لا ديستريبيوسيون ديال الفطور على الناس اللي كيباتوا في الزنقه، صافي ديال كنصايبوا الفطورات كيف ما كتشوفوا كيف ما حضرتوا معنا اليوم في هذا الشيء، كنديرهم في الطوموبيلات وكندورو كنخرجوا ساعه قبل الفطور باش نفرقوهم على الناس اللي كيباتوا في الزنقه، الناس اللي ما عندهمش فين يفطروا، الناس اللي كيلقاوهم قيد الفطور واحلين في بلايص وبعاد على دارهم ايتو. الحاجه الثانيه كنمشيو لدور العجازه والخيريات، هو هذه النقطه هذه بغيت نوضح انه ما كنمشيوش لدور العجازه والخيريات اللي كاينين في كازا، واخا حنا من كازا لاسوسياسيون من كازا، ولكن كنمشيو لدور العجازه والخيريات في بلايص اخرين بحال دابا مثلا السيمانه الجايه غنمشيو لدور العجازه ديال شفشاوان، عندنا دار العجازه ديال العريش، عندنا خيريه اكادير، عندنا دار العجازه وخيريه مراكش، عندنا دار العجازه في بني ملال، دونك كنمشيو نحاولوا نمشيو للبلايص اللي ما كيمشوش عندهم الناس بزاف. بالنسبه للاكسيون نيميرو 3 اللي كنديروا هذه بدينا فيها من قبل رمضان سي لا ديستريبيسيون ديال لي باني اليمونتير قفاف ديال رمضان على العائلات اللي محتاجين، دونك سورتو كنفيزيو الارمالات اللي ما عندهمش واحد الدخل قار، يعني مثلا كتلقى مثلا ارمله خدامه فون دو ميناج وما كتخدمش مثلا على طول الشهر، يعني مره مره كتخدم يومين ولا ثلاث ايام في السيمانه وعندها وليدات بزاف ما كاينش اللي يصرف عليهم والعائلات اللي عندهم المعاقين. وكاين اون ديغنييغ اكسيون اللي كتكون في لافي ديال نهار العيد، يعني في نهار الاخر ديال رمضان كنفرقوا الحوايج على الدراري اللي سواء الدراري اللي كيكونوا في الزنقه سواء لي زورفلان سمي العائلات اللي كنعرفوا اللي عندهم الامهات ارمال. واش كتلقاو دعم من جهه رسميه ام كيكونوا تبرعات؟ بالنسبه للاسوسياسيون نهار تكرينا في 2012 يعني دابا 8 سنين دابا وحنا كاينين ما عمرنا ما جانا دعم من جهه رسميه دعم مادي، يعني فهمتي من العماله ولا من الجهه الجهوي فهمتي حنا ما عمرنا ما دفعنا هذاك الدعم. باغ كونتخ كاين مثلا ناس محسنين اللي كيتبرعوا، كاين دايرين ان سيستيم بيناتنا في الاسوسياسيون كنديروا دي كوتيزاسيون بيناتنا باش كنقدروا نجمعوا ونمولوا داك الشيء ديال الجمعيه، وكاينين فهمتي شركات اللي كيعطيونا مثلا مواد غذائيه كو سوسوا مثلا لا شاركوتري الماء العصير لي كيك، دونك كل عام فهمتي على حسب لو بوزوان كيعطيونا فهمتي لي زاليمون. دونك بالنسبه للفطورات اللي كتشوفوا هنا اللي غيتفرقوا على الناس اللي كيباتوا في الزنقه هما واحد الفطورات اللي كيتفرقوا مينيموم كل نهار 100 فطور، دونك دي فوا كيكونوا 200 300 400 على حسب لي دون اللي كيجيونا على حسب لو نومبر ديال لي فواتور نومبر الناس اللي كيكونوا معانا في لا ديستريبيوسيون. كنشوف من موراك وليدات وبنيتات باقيين صغار تبارك الله، واش متطوعين او كيكون عندهم واحد الربح مالي؟ لا اون فيت كاع الناس اللي كيجيو لاسوسياسيون متطوعين، حتى حنايا فهمتي اللي خدامين عندنا الخدمه ديالنا ولاسوسياسيون سي فريمون دو بينيفولا سي دو بيغ بينيفولا، دونك كاملين كنجيونا باش نتعاونوا. ولا لاحظتوا فهمتي سي كو كاين بزاف ديال لي جون و سي اون اوبتيك اللي مشات فيها لاسوسياسيون دابا صافي دابا واحد ان اون ديمي ولا دوز اون مشينا على حساب انه بغينا نانتيغيو بزاف لي جون، ولا شفتوا ما كاينش غير المغاربه كاين مغاربه كاين دي كابوني كاين دي كونغولي كاينين الناس دي فرونسي، دونك كنحاولوا فهمتي كنحاولوا داك لا ملتي كولتوراليتي اللي عندنا في البلاد في المغرب اللي معروف فهمتي بهذا الحوار الثقافات والثقافات كاينين بزاف كنحاولوا نميكسيهم عندنا في لاسوسياسيون. ملي مثلا دابا كنعطيو الفطور الناس في العشيه ملي كنساو نجمعوا لي باك كنعطيهم كتشوف شي واحد كتعطيه كتشوف هذيك الفرحه في وجهه هذيك الفرحه واخا دير لي ما بغيتي ما عمرك ما تشوف عند شي واحد اخر، وهذيك الفرحه ملي كتشوفها عند شي واحد كيعجبك كتقول في راسك كندير شي حاجه اللي كتعاون الناس، وحتى في ضمير الشعب كتكون كتقول ما ضيعش وقتي كنعاون الناس ودوكو كدير الحسنات وكتعاون الناس دقه واحده. دونك نو اون اي دي جون دونك اون اي لو فوتور حنا هما المستقبل ديال هاد البلاد، دوكو سي ايبر امبورتون بهاد لا فيبر ديال لومانيتير وديال لو سوسيال تكون فينا كاملين، حيت حنا اللي نطورو هاد البلاد، سي نو كي الون فيغ ان ريال امباكت اي شانجي لي شوز. سي بور سا كو سي امبورتون، اي سي بور سا كو شاكا وكل واحد خصو يدير المجهود ديالو باش 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 نبدلو باش لي شوز ساميليور دون سو في هذا المغرب اللي فقلبنا وكنبغيو كاملين. دو انا كنخلي الكره كنخلي كل شيء حيت كل حاجه وقتها، اذا هذا الشهر الكريم في الاسلام كيقولوا بلي خصنا نعاونوا الناس بالله خصنا نهدي وقتنا الناس اللي ما عندهمش وداك الشيء، وحنا لقينا هذه الفرصه هذه باش نجيو نعاونوا الناس نوجدوا لهم الماكله نفرقوها وزعما نجيبوا الحسنات. اساسيون مراكن سمايل يور سمايل از اور جول.